طب يومي انت يعني يعني الشخص بعدك يونج يعني انه عمرك 20 سنه والبعض يمكن يقول انه يمكن عم تسعى على الشهره عم تعمل هول الفيديوز انه شو خبرتها بالحياه لتقول انا فجاه انا نمت قمت انا اوريدي عندي ماي فولورز وعندي كل شيء قمت عم يبعثوا لي فيديوهات بكل الدنيا شو في شو حكيت انا شو قلت انه منا ما بدها هالقد طب انت حدا كسر لك قلبك حدا فوتك بالحياه مثل ما نقول بالتعبير الشعبي هلا قصص هيك شخصيه انا ما بفوت فيها بس انا لا الحمد لله انا انت مش حتخبريني شو القصه حتخبريني شو تعلمتي منها اللي عم تقولي هذا الحكي يعني طبعاً. ما في حدا بيتعلم ايه لو ما انا مقتنعه بالحكي ما بوجه ما بقول لهم تصرفوا هيك لو ما هن عم بيشوفوا النتيجه ما بيرجعوا بيستشروني مره ثانيه ما بيكون في هالقد قوه بنات انه بدهم نصايحي يعني صار لي 3 ايام ما عم بنصحهم خربين الدنيا يعني عمرك 20 خبرتك قد ايه الحمد لله قد ايه عمرك بالخبره 5 سنين لا قد عندي الحمد لله عندي قد ايه اكثر من 20 عم بحكي قد ايه اكثر من 20 بتعطي نصايح للعالم 40 يعني عايشه دوب لعمرك انت عندك تجارب لهالدرجه تقدري تعطي مش نصيح. تجارب بس بسمع وبحلل وبقرا وبشوف في بتعتبري حالك مخولة بس انا دقيقة بس انا الحكي اللي انا حكيته مش انه هالقد كان بدي خبره حكي عادي نور بالقصص واقعيه اللي احنا عم نعيش فيها طيب انا سوري ما فهمت عندها عياده يعني لا هي ما عندها عياده وما عندها دكتوراه مثل ما وضحت قبل هي شخص عمره 20 سنه خبرته بالحياه حسب ما هي بتقول على 40 النصايح كيف بتعطيها النصايح نتيجه خبره حياه واضح وين بتعطيهم بتعطيهم على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا اوكي فكرت قلت حضرتك انك شفت كومنتس انا لا هلا لا انا عم تقولي لا فكرت حدا عم بيروح عندها مثل عياده او شيء كارثه كارثه لا انا سوري انا ما عندي اصلا وقت لاستقبل حدا ولا شيء ما عندي وقت يعني انا الحمد لله لا انه درسنا 40 سنه لاخذنا الدكتوراه يعني لنقدر بس نشوف علم النفس يعني. ايه يمكن مثلا الدكتور بتطلع اسمه كثير مصاري روح ساعده انا اللي عندي صدمات بس ما بيخلوني يعني ما بيأثروني بالمراه المراه بتضل جميله بكل شيء يعني اذا هلا اذا وحده طلعت بحياتي كانت ما منيحه تخرب لي الدنيا ايه لانه في شي رجال بتعتقدي ما تعرف على مره حبها تاني نهار مثلا لقاها دارها مع حدا تاني كلنا بنتعقد طب عندك نصايح مضاده لمين للجمهور لا ايه لا لا انا مع المراه والرجل سويه طب عندك نصايح لضيفتنا بتعلم منك لا عن جد بخدها بعين الاعتبار انا نهايه بقول لك خدي الرجل جنبا الى المراه هو دائما الرجل جنبا وحقوقك بتاخديها لما الرجل يكون حدك ما بتاخديها اذا انت بدك تطلعي فوق الرجل طبعا والرجل انسان كثير مهم بالمجتمع هو بيك خيك وكذا وذاتس ات والصلحه حلوه نعم ليش قلتي في حرب انت قلتي في حرب بين المراه والرجل في حرب ايه كيف هي شو نوعها شو عنوانها هيدي الحرب في حرب نفوذ حرب مصاري حرب سلطه حرب استماله حرب انه قله اهمال خيانه بدهن انا بشوفها الغاء الغاء حرب الغاء ليه بس انا بحب عندي اقتراح خذوا انتم القطب الشمالي للخط الاستوائي ونحن خط استوائي وجنوب خلينا ننفصل عن بعض هيك بتهدى ما فيكم بدوننا ما فيكم تعيشوا لا انت فيك تعيشي بدوننا طبعا لا كيف تاخذي امومتك طبعا معك اوكي فيري جود ما فينا كل واحد ما فينا رح يكون عنده يعني الشخص اللي حيتقدم لك عن جديد اكثر من امتحان طبعا لا انا قبل فيه يعني بدي نصيحه واحده بتعطيها ليومي قبل ما ترتبط بحدا لألي؟ ايه يومي بتعطيها ليومي هاي النصيحة قبل ما ترتبط بحدا شو هي؟ ما يدق قلبي للشخص الغلط ما يدق قلبي لشخص ما حب شخص غلط حب شخص منيح كوني عظيمة مع رجل عظيم أنا بتعرفي شو خايفين؟ نعم خايفين واحد يومك معه كتير مصاري وتوقعي هون بالغلطة كيف كيف كيف؟ يومك إنه معه مصاري كتير يومك إنه معه مصاري لا دغري بينكشف ما بقى فيها لا اللبنانيه شاطرين فيها لا الحمد لله انا مش بحاجه لا لا ما عم لا لا مش عم بقول لك بحاجه عم بقول لك انتبهي على كل حال هذا الموضوع بضل موضوع يعني كثير من الاشخاص بيفكروا يعطوا نصايح كمان على الفيسبوك احيانا من تجربه خاصه بس انه شخص يفتح يعني هيك مجال لكثير من النصايح وبهالطريقه اللي استفزت البعض يبدو لا انا عطو يمكن انا عطو حسيت انه اقتنع لو ما اقتنع كان هجمني بقصص محلي معي اقتنعت؟ لا ما قنعتيني بصراحه لا انا عتني معقوله ولا بشي طب اذا ما اقتنعت شو يعني انا عتني انه الرجال تشلح مصرياته وانا عتني انه لا انه رابطتها بالخيانه مش والخيانه لا رابطتها بالخيانه سوري بس بدي اسالك الرجل لما يخون مع مين عم بيخون يعني مع مره ليش اصلا بده يفتح مجال للخيانه
مع مرة. هو قصده انه ما تلبسه ثوب بالغلط. ومين المرة الثانية مش هي اللي خانتك وخانت؟ هي خانت جنسي، خانت يعني انت كمرة خانتك.